بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيحة كبرى في الحلقة الأولى من مسلسل المداح. منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل المداح الجزء الثاني وهي حديث الجميع، حيث حققت نجاحا كبيرا جعلت المسلسل حديث السوشيال ميديا ومتصدر مؤشر بحث جوجل. ولكن شهدت الحلقة الأولى من المسلسل خطأ في أحد المشاهد التي جمعت بين فادي خفاجة وهايدي رفعت، حيث تواجد الاثنان داخل جامعة القاهرة، ولكننا نرى أهرامات الجيزة تظهر في أحد جوانبها، علما بأن جامعة القاهرة لا تطل على أهرامات الجيزة في أي من جوانبها. وأيضا أن موسيقى الحلقة الأولى من المسلسل مسروقة من مسلسل الإنمي الشهير هجوم العمالقة. مسلسل المداح 2 بطولة حمادة هلال وهبة مجدي وسهر الصايغ وأحمد بدير وأحمد عبد العزيز خالد سرحان ومحمد عز وجمال عبد الناصر ودينا عبد العزيز وحنان سليمان ومحسن منصور ومحمد الصاوي وهادي خفاجة وتامر شلتوت وصبحي خليل ومحمود عامر وعبير فاروق وهايدي رفعت وبسمة ماهر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد زكي.